انا سميتي وصال بربوشي، عندي 11 سنه. وهاد الرياضه ديال الفول كونتاكت كتعجبني بزاف، لان غنتكون فيها بطاله. بديت هاد الرياضه وانا عندي 9 سنين وحصلت على بطوله الجهوي وبطوله الوطنيه وعده ديال البطولات. بالنسبه للبطله وصال البربوشي، كانت تدير رياضه الكونفو، وقنعت الاب ديالها باش دير رياضه الفول كونتاكت. تبارك الله عليها، لان تكون تميزه ان شاء الله في رياضه الكيك بوكسين والتاي بوكسين. وهذا العام في 2017 حصلت على بطله عصبه الشاويه في رياضه الكيك بوكسين وبطله في رياضه التاي بوكسين، وهذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى، الفضل ديال الجمعيه جيم بريك والاستاذ الاب ديالها عبد الجليل البربوشي. وصال البربوشي كان من الصغر ديالها كان بان لي الحمد لله شفت فيها واحد النظره ديال غتكون بطله باذن الله، وكانت كدير واحد الرياضه ديال الكونفو. هذا كان شافها الاستاذ ديالها وقنعني باش يعني دير الفول كونتاكت، لان شافها واحد النظره اخرى مغايره للنظره ديال الكونفو. رغم سميتو دات البطوله المغرب في الكونفو، دات البطوله العربيه في التنين العرب، وبالنسبه للفول كونتاكت دات البطوله الشاويه. وكتبان لي بان الحمد لله فيها واحد اللمسه ديال البطاله، وهذا كنتمنى من الله يعني باش يوفق على الولايات كاملين.